هذه نشرة السادسة مساء وفي عناوينها. التوتر يسود جنوب اليمن بعد المعارك العنيفة بين أنصار هادي والمجلس الانتقالي. ولي عهد أبو ظبي بعد لقائه الملك السعودي يدعو إلى الحوار بين الأطراف اليمنية المتقاتلة في عدن. قائد القوات البحرية في حرس الثورة الإيرانية للميادين قادرون على احتجاز أي سفينة حتى لو كانت بمواكبة أمريكية وبريطانية. ظريف يؤكد من الدوحة أن أمن الخليج مسؤولية دول المنطقة. العراق يرفض أي مشاركة إسرائيلية في حماية السفن، ومشاهد خاصة للميادين للناقلة البريطانية المحتجزة. انضمام دفعة جديدة من الأسرى إلى الإضراب عن الطعام، والجبهة الشعبية تصف الخطوة بالرسالة التحذيرية إلى سلطات الاحتلال للاستجابة لمطالبهم. الجبهة الثورية السودانية المعارضة تتحدث عن فشل مفاوضاتها مع قوى الحرية والتغيير في القاهرة بشأن الوثيقة الدستورية. أهلا بكم. يسود التوتر مدينة عدن بعد اشتباكات ليلية في حي السعادة في خور مكسر. الاشتباكات جرت عقب مهاجمة قوات من الحزام الأمني المدعومة إماراتيا منزل القيادي الجنوبي سليمان الزامكي. جاء ذلك بعد ساعات على اقتحام قوات الانتقالي الجنوبي منزل وزير داخلية هادي أحمد الميسري الذي اتهمها بسرقة منزله والعبث بمحتوياته. دعت السعودية والإمارات الأطراف اليمنيين في عدن إلى الحوار، وفي اجتماع بين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان في مكة اتفق الطرفان على دعوة الأطراف الحلفاء في عدن إلى حماية مصالح اليمن. ولي عهد أبو ظبي قال إن الإمارات والسعودية تقفان معا في خندق واحد في مواجهة القوى التي تهدد أمن دول المنطقة بحسب تعبيره. وبالتوازي تجاهل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي في كلمة له مساء أمس الإشارة إلى استعداد قواته للانسحاب من مواقعها الجديدة، بل توعد بتحرير ما تبقى من أراضي الجنوب بعد تحرير عدن مما سماه المعسكرات الإرهابية ومعامل صناعة المتفجرات. يطيب لنا تهنئتكم بعيد الأضحى المبارك الذي حل علينا هذا العام حاملا معه بشائر تأمين العاصمة عدن من معسكرات كانت تأوي العناصر الإرهابية ومعامل صناعة المتفجرات والمفخخات غير متناسيين مهام تحرير ما تبقى من أراضي الجنوب في وادي حضرموت وبيحان ومكيراس التي لا تزال تعاني من الإرهاب. في الوقت نفسه أكد الزبيدي استعداده للعمل مع التحالف الذي تقوده السعودية لتجاوز الأزمة، كما أشار إلى أنه جاهز لحضور الاجتماع الذي دعت إليه الرياض معلنا التزامه بوقف إطلاق النار الذي دعا إليه التحالف. استعدادنا للعمل بشكل مسؤول مع قيادة التحالف العربي بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية في إدارة هذه الأزمة وتبعاتها بما يعزز من تماسك النسيج الاجتماعي. ثانيا، نجدد موقفنا الثابت بالوقوف الكامل مع التحالف العربي لمحاربة التمدد الإيراني في المنطقة بقيادة المملكة العربية السعودية. ثالثا، نجدد ثقتنا في المملكة العربية السعودية التي نأمل منها ونعلق عليها آمال شعبنا وتطلعاته، ونعلن استعدادنا للعمل معهم ومن خلالهم بواسطتهم كحليف وفي. من عدن ينضم إلينا الإعلام الجنوبي صلاح السقلدي. أهلا ومرحبا بك أستاذ صلاح. مباشرة إلى صلب الموضوع، ما جرى في الأيام القليلة الماضية في عدن ما بين المجلس الانتقالي وقوات هادي، هل مرده يرجع إلى خلاف إقليمي سعودي إماراتي ترجم عسكريا في عدن؟ الآن هذه الأطراف الإقليمية تحاول لملمته، وسمعت بطبيعة الحال التصاريح التي خرجت في خلال الزيارة الإماراتية للسعودية. ما في شك أن كثير من
المشاريع الإقليمية والمصالح والأطماع الإقليمية موجودة في الجنوب وفي اليمن عموما. المساحة أصبحت ملعب كبير لهذه القوى، ولكن ما حدث ليس وليد هذا الوضع وليس وليد الحرب الأخيرة حتى، فهو ناتج تراكمات طويلة منذ عام 94 وحتى اليوم. فالقضية الجنوبية هي موجودة على الساحة وشهدت كثير من الصراعات مع القوى التي تلت حرب 94 وما بعدها وإلى اليوم. فما جرى اليوم هو حلقة من سلسلة طويلة من هذا الصراع بين مشاريع سياسية مختلفة. فما فجر الأوضاع فالقشة التي قسمت ظهر بعير هذا الوضع هو أن هناك حكومة فاسدة، حكومة فاشلة تسوم الشعب على سوء العذاب. طيب نعم تفضل. طيب هذا أنت هنا تشخص الوضع الداخلي في عدن ما بين الانتقالي وما بين الحكومة التي تمثل قوات هادي، لكن عندما نتحدث عن الوضع الإقليمي، الوضع الإقليمي إلى أي حد أثر الآن في هذا الخلاف الذي ترجم عسكريا في عدن؟ يعني إعلان الإمارات عن نونيتها أنه هي تريد أن تنسحب من اليمن، كمان كان في كلام هناك لضاحي خلفان قال فيه بشكل واضح إدارة الأزمات الخليجية تحتاج خبراء إدارة أزمات خليجيين، نملك الطرح السياسي العقلاني لكن مع الأسف البعض يؤمن بالبندقية فقط. هذا ألا يدلل على خلاف ترجم في هذه المنطقة بالذات في الأيام القليلة الماضية؟ نعم هناك يبدو واضح أن الحرب تعثرت، والفشل هو السمة الزائدة في هذه الحرب على مستوى الجنوب وعلى مستوى الشمال. والصراعات والتنافسات الإقليمية موجودة واستقطابات حصلت داخل اليمن وداخل الجنوب. فكثير من القوى منها المجلس الانتقالي يتلقى السند ودعم من الإمارات، نعرف هذا جيدا. فيما الطرف الآخر السعودي برغم ما تقوله عن حركة الإخوان بأنها حركة إرهابية، إلا أنها بشكل مريب لا زالت تسمن هذه القوى وتضخمها المصالح نعرفها جيدا. وبالتالي فما هو موجود اليوم هو عملية زاد من وضع هو موجود أصلا في قضية موجودة وفي أزمة داخل اليمن وفي مشاكل متراكمة. ضعف منها هذه الحرب وضعف منها عملية الاستقطابات الإقليمية والمصالح والأطماع الموجودة بالداخل اليمن التي لا شك نعرفها جيدا. ومع ذلك لا نرى أي حل لهذا الوضع ولا أي إمكانية للخروج من هذا المأزق الذي يعيشه الجميع إلا بتسوية سياسية شاملة عادلة راعي الحل العادل للأزمة اليمنية بشكل عام والقضية الجنوبية بشكلها الخاص، بعيدا عن هيمنة واستئثار القوى الإقليمية أو سيادة منطقة التابع والمتبوع. فالجنوبيون برغم ما قدموا من تضحيات، لكن للأسف هناك من يحاول أن يضبط قضيتهم لمصالح إقليمية بحتة. وهذا ما نؤكد عليه بأن لابد من وضع عملية تقييم شاملة للعلاقة الموجودة ما بين القوى الجنوبية والمجلس الانتقالي تحديدا وما بين هذا التحالف. فالوضع الآن هو وضع غير طبيعي، وهو هذا الوضع الذي أطوى إليه هو نتيجة الغموض الذي يستهل العلاقة ما بين المجلس الانتقالي والقوى الجنوبية بشكل عام والتحالف منذ اليوم الأول لهذه الحرب. فظلت العلاقة شبه كثير من الغموض وشبه كثير من التشويش وعدم الوضوح على الإطلاق، فمما جعل من التحالف أن يستثمر القضية الجنوبية إلى أبعد الحدود. صحيح أن هناك دعم إماراتي وموقف سياسي إماراتي لا يمكن أن ينكره أحد، ولكن هذا الدعم لا أعتقد أنه سيستمر على الإطلاق فيما ظلت السعودية تمترس خلف مواقفها وخلف مصالحها الأنانية التي تصادم مع مصلحة الشعب في الجنوب ومصلحة حلقة عادلة للقضية الجنوبية والأزمة اليمنية بشكل عام. طيب تبقى معنا رجاء أستاذ صلاح الصقلدي، وينضم إلينا الآن مدير مكتب الميادين في صنعاء الزميل أحمد عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك أحمد، ما هي آخر المعلومات حول ما جرى ويجري الآن في عدن ولا سيما بعد هذا اللقاء الخليجي السعودي الإماراتي وهذه الدعوات من قبل بن زايد؟ نفهم أكثر المعطيات التي بحوزتك لو سمحت.
المعلومات المتواترة كنت تؤكد باندلاع وصفت بالعنيفة من مصادر محلية في عدن بين حارتين في منطقة أو مديرية الشيخ عثمان، وتحديدا بين أبناء أرسيلة والمحاريق في الشيخ عثمان. هذه الاشتباكات استخدمت فيها وفقا لهذه المصادر الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأيضا هو كقصف وأيضا إطلاق وتبادل لإطلاق النار بشكل عشوائي في هذه الأحياء الآهلة بالسكان. أيضا الاشتباكات كانت قد توقفت لبعض الوقت وتجددت خلال الماضية بين أبناء الحارتين. هذه الاشتباكات كانت قد اندلعت قبل أشهر من الآن وتوقفت، واليوم تعود من جديد بعد السيطرة الكاملة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي على مدينة عدن وأيضا على جميع المنشآت والمعسكرات والمواقع التابعة لقوات هادي وحزب الإصلاح هناك. هذه الاشتباكات أيضا أعقبت توتر كبير واشتباكات حدثت البارحة بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي أو قوات الحزام الأمني وحراسة منزل أحد القيادات الجنوبية الكبيرة وهو سليمان الزامكي في حي السعادة في عدن، وتوقفت هذه الاشتباكات، لكن التوتر ما زال يخيم على هذا الحي في ظل انتشار بعض القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، رغم ما قيل عن اتصالات تلقها القيادي الجنوبي سليمان الزامكي من قيادات رفيعة في المجلس الانتقالي الجنوبي، وهذه القيادات قدمت اعتذارها للزامكي ووعدت بحل الإشكال ووقف محاولات اقتحام منزله. وهناك معلومات تؤكد اقتحام قوات ومسلحين يتبعون المجلس الانتقالي الجنوبي لمنزل محافظ البنك المركزي اليمني في عدن حافظ معياد. هذا القيادي والمسؤول الحكومي الرفيع في حكومة هادي اقتحم منزله، وتفيد أيضا المصادر نهب محتويات هذا المنزل بشكل كامل وأيضا العبث بأغراضه الشخصية وممتلكاته الخاصة، كما حدث مع منزل وزير الداخلية في حكومة هادي خلال اليومين الماضي. اتهام وزير الداخلية لقوات المجلس الانتقالي وللمجلس الانتقالي بنهبه والعبث بمحتوياته. هناك توتر يعني ما زال يسود في مدينة عدن. أيضا المصادر المحلية والعسكرية تفيد بعدم وجود أي انسحاب اليوم من أي مواقع عسكرية سيطرت عليها القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وخلال الأيام الماضية، رغم المهلة التي وضعتها السعودية وأيضا التحالف السعودي الإماراتي. هذا حدث بين وزير الداخلية الإماراتي وولي العهد السعودي، يقول مراقبين بأنه محاولة للتغطية على ما جرى في عدن من انقلاب واضح، وهذا ما يقوله مسؤولون يعني في حكومة هادي، وأنها محاولات لذر الرماد على العيون ولتغطية السيناريو المرسوم والمخطط له من قبل الدولتين، وهو يعني تفكيك اليمن وتحويله إلى مسرح لحرب وتصفيات مفتوحة بين المكونات اليمنية وبين أبناء المناطق اليمنية سواء في الجنوب أو في هذا السيناريو واضحا في الجنوب، لكن على المقلب الآخر أو الاتجاه الآخر هناك قيادات ومسؤولون وأيضا مراقبون يقولون بأن ما حدث هو نتيجة لضعف حكومة هادي وانتهاء دورها المرسوم لها، وأيضا نتيجة لإدارتها أو لطريقة إدارتها
للأزمة اليمنية إما في الجنوب أو في الشمال، وهذه نتيجة طبيعية لذلك. طيب تبقى معنا زميل أحمد عبد الرحمن. نعود من جديد إليك أستاذ صلاح الصقلدي، انطلاقا من كلام الزميل أحمد عبد الرحمن عما يجري في عدن وأيضا متابعة المراقبين لهذا الشأن، أيضا نصله ببقية ما جاء في كلام ضاحي خلفان عندما قال أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وشرعيته لا يساوون بالنسبة لنا جنديا إماراتيا، وقال أيضا مشاركتنا في اليمن ليست من أجل هذه الشرعية بل من أجل السعودية. هنا سؤالي، إجلاء هذه القوات إن كانت الإماراتية أو السعودية، توقف التدخل الإماراتي أو السعودي، هذا التحالف، هذا العدوان، سميه ما شئت، من اليمن، من عدن، إلى أي حد يمكن أن يمهد لأبناء هذه المنطقة الجنوبية إيجاد فعلا فرصة للتفاهم فيما بينهم من جديد؟ نعم، في البداية دعيني أوضح على عجالة، يعني في المرض في زميل ما أشار إليه زميل محمد الرحمن ما يجري في عدن فيما يخص أحياء المحاريق والسلك، هي خلافات أهلية لا علاقة لها بالسياسة على الإطلاق ولا حتى بالجانب الأمني. فيما يتعلق بمهاجمة القيادي سليمان الزنكي فهو هذا الأمر مرفوض، برغم ما يقول الأمن بأنه تتبع عناصر هذه نقطة قرب المطار، ولكن يظل اقتحام مثل هذه البيوت أمرا مرفوضا على كل حال. فيما يتعلق بمهاجمة أو اقتحام منزل محافظ البنك حافظ معيار، فكما نعلم مثلا الأيام الماضية شهدت خلافات داخل قيادة البنك المركزي، ظهرت إلى السطح وهناك خلاف عنه، وتبادل قيادات في هذا البنك باتهامات بمليارات من الريالات وعملية فساد وسائل النطاق لا علاقة له لاقتحام منزل المحافظ في ما جرى مؤخرا في عدن. على كل حال سؤالك هو اذا تركت الامارات والسعوديه اليمن في هذه الاوضاع، هل سيكون هناك تصالح داخل اليمن والجنوب؟ ففي تقديري بان في الجنوب وحتى في صنعاء ان لم يكن هذا الانسحاب يتبعه عمليات افشال مثل عمليه، فانا اعتقد ان هناك قوى كثيره خيره، قوى في وعي كثير موجود يستطيع ان يلملم هذا الشتات ويخرج من تحت هذا الانقاض. فالخلافات برغم ما يتم الصاق لها من انها خلافات طائفيه مذهبيه الا انها خلافات سياسيه بحته، خلافات سياسيه يمكن تجاوزها بالحوار والحوار فقط. طيب ما يجري في عدن الان، قيادة التحالف الانتقالي على ما يبدو هي مصرة عليه، يعني هي دعت يوم الخميس إلى احتفالية، إلى تظاهرة اعتبرتها أنها احتفالية بما أسمته النصر على ما بين مزدوجين الحكومة الشرعية وأسقاط مؤسساتها في عدن. كيف نفهم هذه الخطوة؟ عم لا شك أن المجلس الانتقالي هنا يحاول ان يظهر قوته الجماهيريه بالتواجه مع قوته العسكريه، وهذا واضح جدا بان الحشد الذي يدعو له المجلس هو اتى بعد ضغوطات اقليميه سعوديه تحديدا، وما يود تقريبا يود الرساله التي يرسلها المجلس الانتقالي هو ان المجلس الانتقالي يقف خلفه شعب، يقف خلفه قضيه مستحيل ان يتجاوزها حتى من يمتلك المال والاعلام ويمتلك كل اسباب السطوه، وهنا اشاره الى السعوديه. فالعامل الجماهيري، العامل الشعبي يستحضره الان مجلس الانتقالي قبل اي حوارات في 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 الرياض او في جده على ما اعتقد. وبالاخير هنا الرساله ملخصها يقع هكذا، يجب ان تفهم او يجب ان توصل بأن المجلس الانتقالي لا يمثل نفسه ولا يستطيع أن يتخذ قرارات مصيرية كونه ليس مفوضاً مفوض نفسه بنفسه، ولكن هناك شعب وقف إلى خلفه، وقضية سياسية كبرى لا يمكن على أحد أن يتم تخطيها أو يستخدم موجة أي ابتزازات أو تهديدات من قبيل ضرب الطيران وما شابه لها. صلاح الصقلدي الإعلامي الجنوبي كنت معنا مباشرة من عدن، شكرا لك.
والشكر موصول بطبيعه الحال للزميل احمد عبد الرحمن على كل ما قدمته لنا مدير مكتب الميادين في صنعاء من معلومات حول ما يجري في عدن. إذا نستمر في الملف اليمني، حيث أعلن الجيش اليمني واللجان الشعبية استهداف مواقع للجيش السعودي في قطاع جيزان جنوب غرب السعودية. وأكد مصدر عسكري يمني سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود السعوديين جراء القصف المدفعي الذي استهدف تجمعاتهم قبالة منفذ الطوالي البري الحدودي بين اليمن والسعودية. اليمنيون يرفضون ويدعمون جبهات القتال ضد التحالف السعودي بقوافل من الغذاء والمال والسلاح، قوافل ترتفع أعدادها على نحو لافت وواضح خلال الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية. أحمد عبد الرحمن. بقوافل عيدية جماعية ومتفرقة يتجمع اليمنيون ويتوجهون إلى جبهات القتال. قافلة بركان ثلاثة، إحدى القوافل المقدمة من أبناء مديرية بني حشي شمال صنعاء لرفد الجبهات في مواجهة التحالف السعودي الإماراتي. أبناء مديرية بني حشي الأبية نتقدم بهذا القافلة العيدية المتواضعة رفدا ودعما للجبهات، جبهات العزة والكرامة. عدد من الرجال مع مواد غذائية وعيدية وملابس ومبالغ مالية. بالغذاء والمال والسلاح يجود اليمنيون في سبيل الدفاع عن وطنهم قوافل شعبية غذائية وبشرية، وصل بعضها إلى أفراد الجيش واللجان وبعضها في الطريق إليهم، وأخرى تعد وتجهز لتشق طريقها إلى مواقعهم على الحدود وفي جبهات الداخل. باسم هذه القبيلة الأبية العزيزة الشامخة الذي بتقدم أفلاذ أكبادها وأرواحهم تلو الواحد تلو الآخر. جميع المرابطين في الجبهات وفي المواقع العسكرية سواء في الحدود أو في الجبهات الداخلية، ونقول للعدوان أننا صامدين. مئات وآلاف القوافل من مختلف المناطق اليمنية تتحرك تباعا بجهود شعبية لرفض الجبهات بما يستطيع ويجود به أبناء الشعب اليمني، وعبرها أكد ويؤكد أبناء هذا الشعب بمناطقه وقبائله المختلفة وقوفه مع مقاتليه المرابطين في ثكناتهم بعيدا عن أهلهم وأبنائهم. أعياد اليمنيين جبهاتهم شعار يجسد واقعا من خلال القوافل والزيارات الشعبية والرسمية إلى جبهات القتال على امتداد 5 أعوام من مواجهة الحرب والعدوان. قوافل تعزز التلاحم والصمود اليمنية وتضخ في نفوس المقاتلين عزيمة لا تلين. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين. إلى إيران، حيث قال قائد القوات البحرية في حرس الثورة في مقابلة مع الميادين إن أمن الخليج من أهم العناصر لإيران، وإن هناك دولا مخلة بالأمن والاستقرار من خارج المنطقة تنسج سيناريوهات متعددة لوجودها غير الشرعي. السيناريو الأول أمريكي والثاني بريطاني. وجودهما سبب مشاكل لشعوب المنطقة وللملاحة فيها. حصلت حوادث اصطدام بحري متعددة بسبب الأمريكيين، كما أن وجود بوارج نووية سيؤدي إلى تلوث طويل الأمد إذا حصل حادث ما، ولقد طرحنا هذا الأمر مرات متعددة. الأمريكيون شنوا هجوما على الناقلات قرب المياه الإيرانية في عمليات إرهابية ليتهموا إيران ويحملوها المسؤولية، وعندما توجهنا إلى ناقلة لمساعدة طاقمها اتهمونا بالوقوف خلف الحادث وأننا ألصقنا عبوة على هيكلها. هل يعقل أن نفعل ذلك عند سواحلنا وعلى مقربة من منزلنا؟ هل يعقل أن نزعزع أمن الخليج الفارسي الذي هو في عهدتنا لنعطي ذريعة للآخرين؟ أما بالنسبة للسيناريو البريطاني، فقال قائد القوات البحرية في حرس الثورة إن ناقلة غريسوان كانت تحمل نفطا إيرانيا إلى أوروبا كانت مجبرة على المرور في مضيق جبل طارق لعدم إمكان عبورها من قناة السويس، ولم تكن قادرة على التوجه إلى سوريا بسبب حجمها. لقد نسجوا سيناريو لنا بأن هذه الناقلة كانت متوجهة إلى سوريا
واحتجزوها وتعاملوا مع بحارتها على نحو سيء، وهم الآن مسجونون داخل السفينة. في المقابل فإن ناقلتهم في مضيق هرمز لم تراعي القوانين الدولية، بينما الناقلة التي تحمل النفط الإيراني وهي ليست إيرانية كانت تراعي تلك القوانين. ناقلتهم أطفأت جهاز التتبع وبالتالي أطفأت الأجهزة الدولية التي تعرف عن هويتها ولم تجبنا. واستكمالا لهذه السيناريوهات، يحاولون إنشاء تحالف غير شرعي في المنطقة من بريطانيا وأمريكا لمواكبة السفن. نحن لم يكن لدينا مشكلة أبدا في عبور الناقلات والسفن في مضيق هرمز سابقا، ويوميا تعبر المضيق ما بين 82 ناقلة و 85 ناقلة ولم تتعرض لمشكلة، ومنهم من لا يراعي القوانين الدولية للملاحة ويعبر مياهنا الإقليمية، لكن كنا نوفر لهم الأمان. الذريعة الأمريكية هي لتبرير الوجود غير الشرعي في المنطقة لهذه الدولتين الاستعماريتين، والآن ينسجون سيناريو لوجود الكيان الصهيوني المحتل للقدس في المياه الخليجية. إذا حدث ذلك فإن أمريكا وبريطانيا تتحملان المسؤولية، ونحن في الأساس لا نعترف بهذا الكيان. طالب قائد القوات البحرية في حرس الثورة، طالب البريطانيين بالإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية، لافتا إلى أن ناقلتهم البريطانية قد خرقت القوانين وأن بحارتهم يتواصلون مع عائلاتهم، بينما في المقابل فإن البريطانيين سجنوا قائد ناقلة النفط الإيرانية قبل الإفراج عنه بكفالة، مشيرا إلى أن ذلك يوضح الفارق بين من يحترم حقوق الإنسان ومن لا يفعل. من غير العادل أن نفرج عن ناقلتهم التي خرقت القانون الدولي وألا يفرجوا عن ناقلتنا. لا أحد يرضى بذلك في بلدنا. يجب الإفراج عن ناقلتنا ليفرج عن ناقلتهم. هذا الأمر يعود إلى القادة الإيرانيين، وفي أي وقت يرغب فيه قادة بلادنا فنحن قادرون على احتجاز أي سفينة حتى لو كانت ضمن مواكبة عسكرية بريطانية وأمريكية. وما يقولونه عن عدم قدرة إيران على فعل شيء في ظل المواكبة العسكرية كلام مبالغ فيه وفارغ ومخادع، هدفه الاستغلال الاقتصادي أكثر، والعالم يعلم أنه لم يعد لأمريكا وبريطانيا هيبة في المنطقة. لقد احتجزنا جنودا أمريكيين مرتين وبريطانيين مرتين في مياه الخليج الفارسي، ولو أنهم قادرون على حماية السفن لكان الأولى أن يحموا أنفسهم. أكد وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف أن التحالفات العسكرية فشلت سابقا وأن القوات الأجنبية تمهد لأسباب انعدام الأمن في المنطقة. ظريف خلال لقائه نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني في الدوحة أكد أن أمن الخليجي مسؤولية دول المنطقة. وبدوره أكد وزير خارجية قطر دور البلدين في استتباب السلام والاستقرار وعلى التعاون المشترك بهدف تعزيز الحوار لحل المشاكل فيها. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي قال إنه لا يوجد حتى الآن اقتراح مهم في فرنسا بشأن تنفيذ أوروبا التزاماتها في الاتفاق النووي بحسب ما نقلت عنه وكالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية. بعض الدول الأوروبية ولا سيما فرنسا بذلت جهودا لخفض التوتر بهدف التوصل إلى حل في قضية الاتفاق النووي، وإيران رحبت بذلك. هذه المساعي هي في إطار الالتزام بالتعهدات التي أطلقتها الدول الأوروبية وتحديدا فرنسا. خلال هذه الفترة أجرى ممثل عن السيد ماكرون زيارتين إلى طهران، والسيد عباس عرقجي زار باريس أيضا كممثل خاص من الرئيس الإيراني، كما أجريت عدة اتصالات هاتفية بين السيد روحاني ونظيره الفرنسي السيد ماكرون، وتم تقديم مقترحات عديدة لكنها لم تكن قطعية ولم تصل إلى نتيجة حتى الآن. لا يمكن التعويل على بعض الأخبار وما يسمع هنا وهناك، وكل ذلك لا يتعدى التوقعات الإعلامية فقط. بعد أسابيع على احتجاز حرس الثورة ناقلة النفط البريطانية في مضيق هرمز، لا مؤشر على الإفراج عنها قريبا في ظل استمرار لندن في احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في مضيق جبل طارق. أحمد البحراني.
هو مشهد قالت إيران إنه يعكس تفوقها العسكري على المملكة المتحدة في الخليج، وقالت أيضا إنها لا تخشى تكراره. وبعد 3 أسابيع على احتجازها ناقلة النفط البريطانية في مضيق هرمز، لا مؤشر على الإفراج عنها قريبا ما دامت لندن تواصل توقيف الناقلة الإيرانية العملاقة غريس 1 في مضيق جبل طارق. ناقلة بناقلة، قالها صراحة قائد القوة البحرية في حرس الثورة. من غير العادل أن نفرج عن ناقلة البريطانيين التي خرقت القانون الدولي، بينما لا يفرجون عن ناقلتنا. لا أحد يرضى بذلك في بلدنا. يجب الإفراج عن ناقلتنا حتى يتم الإفراج عن ناقلتهم. وحتى ذلك الوقت تواصل إيران احتجاز الناقلة البريطانية قبالة سواحل بندر عباس، وتؤكد في الوقت نفسه أنها تعامل طاقمها معاملة إنسانية على عكس معاملة البريطانيين لطاقم ناقلة نفطها. بنظر طهران فإن استمرار أزمة الناقلات رفع من سقف التوترات في المياه الخليجية، وزاد عليها محاولة واشنطن ولندن تشكيل تحالف دولي بذريعة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما ترفضه إيران وتحذر منه بنبرة عالية. إيران هي صاحبة القوة الأولى في المنطقة، ولا شك في أنها لن تسمح بائتلاف عسكري يشارك فيه الكيان الإسرائيلي في المناطق التي تسيطر عليها، وسترد حتما على خطوة كهذه. لكن هذا الأمر لا يتعدى حدود الحرب النفسية، وإسرائيل لا يمكنها أن تكون موجودة ولا سيما في مضيق هرمز. غريس 1، ستانا إمبيرو، الائتلاف البحري، عناوين ملف واحد. وهناك من يقول إن حصول انفراجة أو تعقيد في أي منها سيؤثر على الأخرى، وربما على العلاقات الإيرانية البريطانية المعقدة أصلا. بالرغم من التوتر الإيراني البريطاني الخطر الذي شهدته المياه الخليجية بسبب هذه الناقلة، تصر إيران على أن استمرار احتجازها لا يعني رغبة لديها بالتصعيد وخوض الحرب، وإنما التعامل وفق معادلتها الجديدة: الأمن مقابل الأمن، والنفط مقابل النفط، والمضيق مقابل المضيق. أحمد البحراني من المياه الإقليمية الإيرانية قرب مضيق هرمز، الميادين. أعلن وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم رفض بلاده مشاركة قوات الاحتلال الإسرائيلي في أي قوة عسكرية لتأمين مرور السفن في الخليج. في تغريدة على تويتر قال الحكيم إن دول الخليج مجتمعة قادرة على تأمين مرور السفن فيه، مشيرا إلى أن العراق يسعى لخفض التوتر في المنطقة من خلال المفاوضات الهادئة، وأن وجود قوات أجنبية في المنطقة سيزيد التوتر. تواصل القوات الأمنية العراقية عملية استهداف مسلحي داعش في المناطق المشتركة، وهي المناطق التي يستغل داعش وضعها السياسي والإداري لإنشاء خلايا تربك الوضع الأمني. عبد الله بدران. يستمر الاستهداف، كما تستمر المراقبة هنا عند حدود إدارية شاءت الأقدار أن تصنف وفق الدستور العراقي متنازعا عليها. هنا ترتبك إدارة التنسيق الأمني بين القوات الاتحادية وانتشار القوات الكردية، حينها يستغلها داعش بهجمات وهجمات انتحارية. وبين هذا وذاك تواصل القوات العراقية ملاحقة فلول التنظيم انطلاقا من ديالى وحتى المناطق المشتركة في كركوك. تم حرق العديد من مضافات تنظيم داعش وقتل العديد من الإرهابيين، لكن ما يهمنا اليوم معروف تنظيم داعش لا يستطيع أن يقف أمام القطعات المحررة، سيهرب إلى الجانب السوري. ما يهمنا هو مسك الحدود العراقية السورية بقبضة من حديد. عمليات النصر 3 أتت ثمارها وفق تقييم أمني نيابي، فداعش فقد عند الحدود العراقية السورية وعند حدود محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار مضافاته وعقد مواصلاته، لكن الخطر يبقى قائما من تحول التنظيم إلى العمل الأمني القائم على الاستهداف والاغتيالات. المركز الرئيسي اليوم لداعش في ليبيا، وهذه أيضا معادلة جديدة. اليوم يريد داعش أن يعيد نفسه، إنتاج نفسه مرة ثانية في إطار عودته بشكل أو بآخر. داعش عاد إلى مهمته الأولى وهي مهمة حرب العصابات. في الأثناء يؤكد وزير البيشمركة في إقليم كردستان العراق أنه سيبحث مع بغداد مسألة التقدم في المناطق المتنازع عليها وملء الفراغ الأمني فيها.
تقول المصادر الغربية أن آلاف من مسلحي داعش لا يزالون يشكلون خطرا على أمن العراق وسوريا، فيما الثابت أن التقييم العراقي أنها خلايا وليس أعدادا بالآلاف. ليس مؤكدا مستوى اهتمام بغداد بالمعلومات الغربية، فليس مؤكدا أنها حيادية أو بعيدة عن التوظيف ضمن لعبة الإقليم. عبد الله بدران، بغداد، الميادين. أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن تركيا تصر على المنطقة الآمنة في سوريا بعرض 30 إلى 40 كيلو مترا. قال أكار لقناة أن تي في إن المنطقة الآمنة في سوريا يجب أن تمتد من الحدود التركية لمسافة تراوح بين 30 و 40 كيلو مترا داخل الأراضي السورية. قال إن أنقرة ترتقب من الولايات المتحدة الخطوات في هذا الاتجاه تحديدا. مستمرون بتقديم السادسة مساء، لكن بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. من جديد مرحبا بكم. أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين انضمام دفعة جديدة من الأسرى في سجون الاحتلال إلى الإضراب عن الطعام. وفي بيان لها قالت الجبهة إن خطوتها تأتي في إطار الضغط على مصلحة السجون ومن خلفها الشباك للاستجابة لمطالب الأسرى. حملت كل الأطراف المسؤولية عن حياة الأسير حذيفة حلبية الذي يتدهور وضعه الصحي. من غزة ينضم إلينا مدير العلاقات العامة في جمعية الأسرى والمحررين حسام موفق حميد. أهلا ومرحبا بك سيد موفق. كان العدد بداية ستة أسرى، أعلن الإضراب مفتوح على الطعام، تضامن معهم ارتفع العدد المتضامنين إلى 49 أسير. هل من عدد جديد يسجل الآن؟ بداية نحن نقدر موقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في داخل السجون الإسرائيلية لموقفها الوطني في دعم وإسناد الأسرى المضربين عن الطعام ضد الاعتقال الإداري. الآن عدد الأسرى المضربين عن الطعام هم 6 ضد الاعتقال الإداري، ودخل 49 أسير من الجبهة الشعبية دعما وإسنادا لهم. يوجد الآن 20 أسير سوف يدخلون غدا أو بعد غد دعما وإسنادا إلى الأسرى المضربين عن الطعام. نحن نعتبر أن هذا الموقف هو موقف مساند وقوي في إسناد قضية الأسرى، وأنا أقول إن أقوى المواقف لدعم الأسرى داخل السجون الإسرائيلية هي موقف الأسرى داخل السجون الإسرائيلية. نحن في الخارج كمؤسسات وجمعيات وتنظيمات يعتبر دورنا دور مساند لهم ومؤيدا لهم، فلذلك نحن نعتمد أولا على الأسرى أنفسهم، ومن ثم نحن نعتبر نكمل الباقي سواء على المستوى الإعلامي والجماهيري والعمل النقابي. طب أسرى الجبهة الشعبية الذين ذكرتهم حضرتك هم من في سجون النقب، عوفر، ريمون، وأين أيضا؟ جلبوع؟ والسجن هذا ريم وجلبوع. طيب هذه السجون الثلاثة التي تدخل الآن للإضراب عن الطعام. طيب سيد موفق، ما هي المطالب الحالية الآن؟ إيقاف هذا الاعتقال الإداري أم أنه هناك أيضا مطالب أخرى؟ في يوجد عدة مطالب. أولا سجن عوفر يوجد به مشاكل كبيرة جدا، حيث تم قمع هذا السجن، ويوجد أكثر من 20 حالة تم توزيعها على السجون الأخرى، وتم معاقبة هؤلاء الأسرى عقابا انفراديا. يوجد الأسير سامي أبو دياك مصاب بالسرطان، ويوجد لديه فشل كلوي كبير جدا. يوجد حذيفة بدر أبو حلبية كذلك، هذا الأسير مصاب بمرض السرطان. هؤلاء الأسرى يحتاجون إلى العلاج، وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية لا تقدم لهم العلاج. الإضراب هو إضراب من قبل الجبهة الشعبية مساندة للأسرى المضربين عن الطعام ضد الاعتقال الإداري، وكذلك إسنادا للأسرى المرضى وبالذات أسرى المرضى بمرض السرطان الذي يعني يعتبر الآن حالة الأسير سامي أبو دياك في أخطر مرحلة داخل السجون الإسرائيلية، حيث يوجد 33 إصابة بمرض السرطان داخل السجون الإسرائيلية. كل هذا الإضراب دعما للأسرى المضربين عن الطعام وللأسرى المرضى داخل السجون الإسرائيلية.
طيب إضافة إلى الأسير أبو دياب، الأسير حذيفة بن حلبية 33 عاما أيضا كما قلت مصاب بالسرطان، هؤلاء بدأوا، هو بدأ مثلا على سبيل المثال للحصر بدأ يضربهم 43 يوم. نعم. نفهم بأنه كل مرضى السرطان الذين تحدثت عنهم الآن في سياق حديثك هم لا يتلقون أي علاج أو اهتمام، هناك إهمال مقصود بحق هؤلاء الأسرى. إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية منذ عام 67 وحتى هذه اللحظة تماطل بتقديم العلاج إلى داخل السجون الإسرائيلية. توجد العلاج السحري إلى أسرانا داخل السجون الإسرائيلية، حبة الأكامول وكذلك المسكنات الدوائية وكذلك ما يقوله الإسرائيليين لنا. أنا كنت كسجين هناك وكذلك وكنت أعاني من المرض، تشتهي ماء، اشرب مية، علاجك بالمية. عندما تزداد حالات الأسرى سوءا ويصبح حالة الأسير ينسى لها، وعندما يقوم الأسرى بالإضراب عن الطعام ضد عدم تقديم العلاج لأي أسير، حينها تقوم إدارة السجون الإسرائيلية بعمليات الفحص. وأنا للمشاهد الكريم أقول أن غالبية الممرضين الذين يقدمون العلاج للأسرى ليست ممرضين وليست مختصين بالشأن الطبي، بل هم جنود إسرائيليين يلبسون البزة البيضاء التي يلبسها الطبيب أو الممرض من أجل تقديم العلاج لهم. فلذلك نحن نقول أن إدارة السجون الإسرائيلية هي إدارة تقوم بسياسة الموت البطيء إلى أسرانا بعدم تقديم العلاج لهم داخل السجون الإسرائيلي. نعم، أشكر كل شكر موفق حميد مدير العلاقات العامة في جمعية الأسرى والمحررين. حسام كنت معنا مباشرة من قطاع غزة. أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر أن الأسير حذيفة حلبية مستمر في إضرابه عن الطعام ومعه كل زملائه برغم ضغوط الاحتلال، محملا إسرائيل المسؤولية عن حياته. مزهر قال في اتصال مع الميادين إن المقاومة الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي، مطالبا السلطة بتقديم شكوى إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة الاحتلال على ما يرتكبه من جرائم. ونقول أن في حال تعرض الأسرى الأبطال لأي تهديد من قبل هذا العدو الإسرائيلي أو جرى تهديد لحياة هذا المناضل البطل حذيفة حلبية، لا يمكن أن يمر هذا الأمر ولا يمكن أن نقبل به ولا يمكن أن تقبل به المقاومة الفلسطينية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. لذلك على الاحتلال أن يتحمل مسؤولياته الكاملة بالإفراج عن هذا البطل حذيفة حلبية وأيضا إعطاء الأسرى حقوقهم. نقول أن المطلوب خطوات متضافرة من كل الأطراف. قالت الجبهة الثورية المعارضة في السودان إن المفاوضات التي تجريها مع وفد قوى الحرية والتغيير في القاهرة مصيرها الفشل والطريق المسدود، وأشارت إلى أن وفد الحرية والتغيير لا يحمل جديدا ولا تفويضا للتحاور بشأن الوثيقة الدستورية الموقعة بين الطرفين في أديس أبابا. ووصف أحمد زكريا الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية هذه المفاوضات بالاستهلاك السياسي الذي لا يعدو كونه مجرد علاقات عامة لتلبية دعوة الحكومة المصرية. يواصل الفنزويليون جمع التوقيع على عريضة ضد العقوبات الأمريكية على بلادهم، وقد توافدوا إلى المواقع المخصصة لتوقيع العريضة في كاراكاس والتي سيجري توجيهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة. الفنزويليون نددوا بإجراءات إدارة ترامب باعتبارها تخالف القواعد والقوانين الدولية. اليوم بدأنا بجمع التوقيع من شعبنا في مقابل التدابير العدوانية للإمبراطورية الأمريكية. نأمل أن نحقق النجاح في جمع التوقيع لأن جميع أفراد شعبنا يعانون بالفعل من هذا الحصار الاقتصادي. اليوم في بوليفار بلازا ندعم جمع التوقيع ضد الحصار، حصار كارثي من قبل شخص واحد قرر التدخل في فنزويلا الدولة ذات السيادة. من كاراكاس تنضم إلينا المحامية في القانون الدولي إيزابيلا فرنجي. أهلا ومرحبا بك سيدة إيزابيلا. انطلاقا من هذا المعطى جمع التوقيع على العريضة ضد العقوبات الأمريكية على فنزويلا، ما أسمته الحكومة الفنزويلية بالإرهاب الاقتصادي الممارس أمريكيا، الخيارات
الآن لدى فنزويلا لمواجهته. إضافة إلى هذه العريضة التعامل أيضا، هناك من يقول أنه أيضا أمريكا تحاول أن تستنزف روسيا والصين في هذا الإطار إلى جانب فنزويلا. طبعا من هذا المنطلق يعني سأبدأ معك الحديث بتصريح لسكرتير الإدارة الأمريكية شانون السابق توماس شانون، عندما قال بأن ما يحدث في فنزويلا مقاربه بما حدث في ألمانيا أيام الحرب العالمية الثانية دريسدن، أما في طوكيو يعني قبل الحرب العالمية الثانية، بما يعني بأن هذا الحصار لديه يعني غاية، ألا وهي تدمير هذا الشعب، قتل هذا الشعب، والحصار الاقتصادي وتجويع العالم. إذن من هذا المنطلق نحن أمام تصرف ممكن أن نقول به في الإطار القانوني الدولي بأنه هذه يعني عقوبات جائرة وتندرج ضمن يعني جرائم الحرب. فبالتالي فنزويلا متمسكة في جميع الأطر الديمقراطية، ألا وهي أي العريضة مثلا، التمسك في جميع التحركات في الأمم المتحدة لفك هذا الحصار الجائر على فنزويلا. لأن فنزويلا حتى الآن خيار وفي الخطاب الديمقراطي الحق يعني يأتي الحالي في تحرير هذه كمبادئ أساسية للأمم. لكن عذرا سيدة إيزابيلا، لو تعدلين مكان السماعة قليلا كي نسمعك، الميكروفون يعني نعم يظهر الصوت نعم متقطع لدينا، تفضل. نعم. إذن نحن فنزويلا هذه خياراتها، وبالتالي الخيارات الاقتصادية التي هي مبنية على يعني التعاون الاقتصادي مع الصين ومع الروس. اليوم نحن نتكلم ليس عن الأحادية، ليست الاقتصادية، أما كحكم الأحادي في العالم التي يعتبرها ترامب. نحن اليوم أمام عالم متعدد الأقطاب، لدينا أصدقاء في العالم، وهذه الأصدقاء ونرى البارحة، دعيني أسطر ما حدث في الأرجنتين، هذا دليل بأن أمريكا الجنوبية في حالة ترحرح، إذا كنا يعني تعاوني عائد إلى حالة الشعوب في التضامن ما بينها في أمريكا الجنوبية. إذن البانوراما هو لصالح فنزويلا وليس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تصعد لكي يعني تعزل هذه الحكومة وتعزل إرادة الشعب الفنزويلي، ولكن نحن نرى حتى الآن هذا الشعب الداعم الواعي لما يحدث، نحن نرتكز على الصوت الشعبي، على الدعم الشعبي الذي هو حامي الديمقراطية وحامي الدستور ومن يمثل الدستور ألا وهو السيد مادورو وحكومته. طب بالنسبة لهذه الخطوة جمع التواقيع على العريضة، وأنت قلت بأنه الشعب الفنزويلي متمسك بالطرق الديمقراطية والقانونية، أيضا رفعها نعم إلى الأمم المتحدة قانونيا، كيف يمكن أن يعمل هذا الموضوع فعليا؟ نحن طبعا هو يقول بأنه يعني الخطاب الأمريكي يقول بأنه يقوم على هذه مقومات هذا الحصار الاقتصادي، ألا وهو الإطاحة بالديكتاتور المتواجد في ميرافلوريس على كرسي الرئاسة، وهو يدعم الحرية المطلقة للشعب الفنزويلي. اليوم الإطار لهذه حملة التواقيع بأن هناك شعب يعني نابع، الديمقراطية النابعة، من حق الشعب في أن يطالب من هو الذي يمثله. هذه التوقيع فهي الصوت الديمقراطي والصوت الحقي الأغلبي للشعب الفنزويلي الذي يوصل الصوت أمام هذا العالم بأجمعه والممثلين في الأمم المتحدة.
لنقول بأن الشرعية المنبثقة من الداخل الفنزويلي ممثلها اليوم هي من تحدد من يكون الممثل وهو الرئيس مادورو. إذن هذه المعارضة التي يحميها البيت الأبيض برئاسة ترامب والتي البارحة شيء مذهل سيدتي بأن تكون هناك معارضة تهلل وتصفق لهذه يعني لهذه الإجراءات الأمريكية الجائرة بتجويع حقيقة إنها لمجرمة وأظهرت بأنها عميلة وبأنها تطبق أجندة أمريكية لمصالح مغرضة في أمريكا الجنوبية. السيدة إيزابيلا فرنجية المحامية في القانون الدولي، كنت معنا مباشرة من كاراكاس، شكرا لوجودك معنا في هذه النشرة. شكرا لكم. في مكة المكرمة بدأ اليوم الاثنين أول أيام التشريق الثلاثة، ويرمي حجاج بيت الله الحرام الجمرات الثلاث، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى أو ما يعرف بجمرة العقبة. إلى العناوين. التوتر يسود جنوب اليمن بعد المعارك العنيفة بين أنصار هادي والمجلس الانتقالي، وولي عهد أبو ظبي بعد لقائه الملك السعودي يدعو إلى الحوار بين الأطراف اليمنية المتقاتلة في عدن. قائد القوات البحرية في حرس الثورة الإيرانية للميادين قادرون على احتجاز أي سفينة حتى لو كانت بمواكبة أمريكية وبريطانية. ظريف يؤكد من الدوحة أن أمن الخليج مسؤولية دول المنطقة. العراق يرفض أي مشاركة إسرائيلية في حماية السفن، ومشاهد خاصة للميادين للناقلة البريطانية المحتجزة. انضمام دفعة جديدة من الأسرى إلى الإضراب عن الطعام، والجبهة الشعبية تصف الخطوة بالرسالة التحذيرية إلى سلطات الاحتلال للاستجابة لمطالبهم. الجبهة الثورية السودانية المعارضة تتحدث عن فشل مفاوضاتها مع قوى الحرية والتغيير في القاهرة بشأن الوثيقة الدستورية. تفاصيل أوفى حول أخبار الساعة يمكنكم دائما متابعة صفحات الميادين على الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية. شكرا جزيلا للمتابعة، دمتم سالمين.